بالرجوله ولكن غير باش نكونوا عاوتاني حقانيين متواضعين ماشي الافتخار قصه فيها احماق فيها روينه فيها العجب المتعجب ولكن هي قصيره فعلا ولكن فيها بزاف المشاكل. انا كنت في تولال من السجن المركزي 2016 دخلت لتولال سكنت مع في الامال زدت شويه اسمع نفيستي تسكن في المور حتى حرقة نفيستي تسكن في الوحده مع عزيز واللايو ورشيد ولد الشريف وواحد الدراري تمنقيين سكنوا في التقوى ولد صالح الدراري ديال هادو فوق حتى هو كانوا بزاف ديال واحد الدراري ديال فاس ورجال ومكانسه كانوا بزاف ديال الرجال ماشي حنا ولا كانوا بزاف ديال الرجال منهم محمد الدواغه اللي دوا عليه خويا فتاح منهم البيجا منهم علام ديوف ديال فاس وديال الرباط وديال الكناس وديال السله وديال الرباط وديال الصحراء وديال المغرب كامل تحياتي مرضي الوالدي الله يسهل تنسلموا على واحد الناس ديال مكناس تنسلموا على السي حوس تحيه لخويا يونس حيده تنسلموا على السي حوس اللي مودا كان في تولال تنسلموا عليه وتنعطيوه التحيه حسن الرجوله وتنسلموا على خويا برطال بزناز وتنسلموا على خويا حمار وتنسلموا على الزعيم هو وخوه وتنسلموا على المدير الزعيمات بجوج رشيد ودريس وتنسلموا على سباح وتنسلموا على الحواوزة وتنسلموا على طنقارة وتنسلموا على بزاف الدراري وعلى التيباري على طريق زاكلة على بزاف ديال الناس ديال مكناس احتراماتنا لكم والله يفرج على مكناس كاملة امين بالخير خويا بالخير ان شاء الله خويا الخضراوي خويا خالد خويا الخضراوي قلتي واحد الكلمة زوينة في واحد الكومونتير دابا قلتي فين ما مشيتي في العالم كاين الزوين وكاين الخايب فعلا حفظك الخضراوي هذه كلمه تحترم عليها لان قليل ديال الناس اللي كيامنوا بهذه الفكره ديما تيعمموا والله حفظك الخواص ديما تيعمموا خويا جواد مالح احتراماتي لك واحتراماتي لكم كامل وصيروا في القصه باش نساليو نعاودوا القصه نكملوا القصه نعطيو واحد 10 دقائق على خويا نفيس بالزربه باش نبينوا لكم للعبره ونفيس حتى هو راه قصته للعبره خويا نفيس كتبت عليه الروح الاولى مشى للمركزي في وقت السيبه وقت الاعدام وفقت الروينه وكذا وهذه وقت ذاك الوقت كي كان السجن المركزي تبع وقت بلاتي نقول تندوي على تبع لا كان ثابت قبل من ثابت والثمانينات اخويا لا ثابت التسعينات لا الثمانينات لا صاحبي ثابت التسعينات كان في عين برجا 96 عاد تعدم 94 92 واقعين نفيس جاب الروح بكري ولكن باش تدخل السجن المركزي في ذيك الوقيته اللي كان فيها بن بابا رئيس معقل شي لا ما كنتيش سبع ماشي سبع باه ديك المعنى اللي كتقولوا سبع اكيد اسهل طريقه للدفاع هي الهجوم لا سبع هي ملي هجموا عليك هما حيت هادو اللي قلت عليهم كانوا كيبيعوا شي كينزل الكار نزل الكار ترونسفير كيتناموا معاه الحباس القدام اللواطه اللي دارين متبعين اللواط كيتناموا مع ان شاء الله ان شاء الله اسمح لي ان شاء الله ودابا نهضر لكم على الاسمر الاسمر نعاودوا عليه هذاك الدريره زوين هذاك راه موت الرجوله واحد النداء من هنا خويا فتاح دعيو مع اخوتي بالشفاء العاجل الله يفرج عليك اخويا الاسمر مع دريس الاسمر الله يفرج عليك الشفاء العاجل ولد ابن مدينه فاس الله يسهل عليكم دعيو معاه بالشفاء العاجل الله يسهل عليكم علاش؟ لان هذا الاسم دريس الاسمر والله اخوتي الى واحد الراجل ودري واش الله يتدري واش ديالو من اطيب خلق الله بحال الشكل ديال نفيس الله يعمر هذا تماما هو اللي تشوفوا وسط السجن راه وحش انا نوريهالك راه وحش كاين هو تليفوني لا راه تيصوروا راه تيشجر به خويا هو راه وحش لا دابا نوريهالك ولا صيفط لي النمره ديالي صيفط لك التصويره لا هات لوحه في البوست هات لوحه في البوست تديروا لوحه هو لوحه في البوست هات لوحه في البوست ديالك هو لوحه في البوست صافي كما قلت لكم كون من النهايه نوريهالك نفيس دخل صغار للحبس وباش تحكم بروحها ليبوك
وقت الحقره وقت البيع والشراء ديال الدراري وقت الظلم وقت المنظم ما كاينش حقوق الانسان. حقوق الانسان نساها خويا الحواوصه راك خونا ديال المكناس راك خونا خويا الحواوصه والرجوله راك اصل طيب. لا دار غير شي واحد قال لك ما تنساش الحواوصه والله يفرج عليك اخويا الحواوصه. كما قلت لكم اخوتي المركزي في واحد الوقت دخل زوين صغير تبع ماشي بمركزي اخي سمعني هذا باغي تسمعني انا كندوي ماشي بمركزي فهمني اخويا ولكن المركزي هو صاحبي الله يهديك راه شي حوايج كانوا فيه راه مشكله مشكله صاحبي راه انا دوزت تما مع ناس ما دوزتيش مع الحسن اسمعني شفتي الحسن هنا الحسن فيهم خير وقتاش دخل مشى هو للمركزي راه مشى حسن يقول لي متى مشى مشى للمركزي السبعينات اصاحبي السبعينات شحال ضرب ضرب مؤباد اخويا خالد ايوا راه غنكون تلاقيت معاه هو والروبيو والحسن غير اسمعني انا اول دخله ليا للمركزي في 2005 مشيت بلا حكام عاقل عاقل اسمعني اخي فتح دابا تصنت ليا والمركزي ملي مشيت ليا انا راه كنتقدمات شي شويه لان افقر حبس وكان فيه الظلمات وخا هو غير سيلونات ولكن كان المسير كقتال كما قال خويا فتح طب جهنم شاد السيد هذا اللي كان في ذاك الوقت رئيس معقل شينا ما سمحوش ليه بزاف ديال السجناء اللي هما سجناء سابقين قبل كاين اللي قتلوه كاين اللي قتلوه اسمح لي نناقش معاك شاد الكلمه ديالي اللي قتلوه كاين اللي اغتصبوه كاين اللي باعوه كلش لا كاين بزاف ديال الحوايج اللي تعاودناهم لكم غتقولوا نتوما كتكذبوا علينا على داك الشيء اللي كان لا بالعكس غيعرفوا الواقع ديال شنو كاين ما عمرهم غيكذبوك ان المغرب هذا لا تستغرب خويا فتحت كاينك بعض العقول كاين بعض العقول اللي هي ما كتفهمش انت شنو كتعاود البلاد باينه اخي سي محمد البلاد باينه حنا راه كنقولوا كاين وكاين كاين الصالح وكاين الطالح ديما هذيك كاين النزيه وكاين الفاسد ما تنعموش كاين المؤمن بالله الشجاع وكاين اللويالتي ديال الليواط وكاين ديال الفساد كلها كيفاش الفكر ديالو والحياة ديالو غنرجعوا لخويا فين كنا في الموضوع باش دخلنا باش نعطيو واحد الوصف اللي دخل فيه خويا نفيس ودخلوا فيه بزاف ديال الرجال صغار لذاك السجن وكانوا فيه قتلوا المجرمين ديال الموظفين البيع والشراء وتم المضارع اللي دازو حقوق انسان نساء خويا خضراوي تحياتي تحيه للجميع خصك تكون قتال من الدرجه الاولى دافع على راسك باي طريقه او لا حل واحد اخر هو تبدها وتمشي تجيب شهاده فين كنتي كتقرا وتجي وتتابع الدراسه ديالك تمايا وتمشي ورغم ذلك غتتعرض شي مسائل اللي لا تحمد عقباها وتقدر تخرج منها بروح وحده اخرى تقدر ديك 5 ثواني 10 ثواني تقدر تقتل روح وحده اخرى لان كانت سيبه هذا الشيء هذا اللي كان في سنترال مثال ديالو كان في حبس العلو في الرباط وتحبس الاخي محمد واصلا ما كانتش حنا تنعاودوا له لا راه كانت العلو كان تيزغي 1000 بس محمد وراه حيجي انت 1700 صاحبي ولكن راه الزمت تندوي حنا على الزمت وراه الزمت على سلامه فيها الزمت شامبر لا 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 فتح الزمت اللي كان في العلو ما كانش خويا سمعان ما كانش لا و160 في الشامبري خويا سمع شنو نبر كبار 8 في الطارو شنو نبر كبار عندنا شنو نبر 8 في الطواليت 7 و8 على 74 7 و8 و9 ديال الحياه الف راه شنو نبر كبار تتجمع فيهم حتى 500 حتى 400 الف آه. ديالنا تسلا جيت الكروه ديال كاشوات شنو برك بوا العسكريه العسكريه ولكن كلها بلاصتو كلها بلاصتو اللي كانوا البزنازه تما كيجمعوا واحد الوقت كلها بلاصتو العسكريه علاش بعدا انا نقولك علاش كلها بلاصتو لان العسكريه كانوا كيجيو قلاله خايبو بكر قليل فين كتلقى شي با جدا داخلين في العشيه ومعاهم شي واحد عسكريه اسمع ليا تكلم اخي ان انت عندك في البيت 20 بلاصه وغندخل لك انا 54 ولا 56 ولا 58 اشنو ولا عندك في البيت ولا الرفس والعفس حيت انت ما دوزتيش دوك الشنابر انت ما غتبغيش
شومبري اللي جات تعيش فيه غيكون 58 ولا 56. في انت انا شامبري. انا الشومبري ديالي ديما فيه 20 22 18 حنا تنهبطوا حتى 17 23 ما تنفوتوهاش. ولكن ولكن الا كان الحبس عامر وكلشي بلان راك راك انت كتضحي واحد شويه وكاين الاقتدار. فهموني اخوتي راه كاين الاقتدار. غنرجعوا للمعاناه السجل المركزي باش تدخل صغير وتدير البطوله ديالك في السجل المركزي. انا تنعود على نافيس نافيس صحيح وصغير وزوين انا بنادم صحيح ولكن شنو هو اللي صنع منه وحش هو هذوك الناس المجرمين البعض ديما تنقول بعض باستثناء موظفين ومساجين لان تما كاين عصابات كاين عصابه رئيس معقل كاين عصابه المدير كاين عصابه سيرفيو جينيرال كاينين عصابات لا منتمين لا منتمين نهائيا كينتميو لراسهم قتالة ذبحها خصهم يدبروا على راسهم والحبس فاقر. إذن باش تضرب 15 الاولى في هذا الحبس وتفرض بلاصتك وتبقى راجل وتعيش راجل حتى تخرج راجل وعاوتاني خرج مسكين وكتبت عليه واحد الروح اخرى راه غير بالحقره. هذا الشيء تنقول لكم راه وقع له بالحقره راه ما هو ما شفار ما بزناز ما تيغتصب الناس ما تيدير حتى شي حاجه والمايك ولكن خايبوا في ميمي افهمني افهمني. ولكن الحبس خرج منه واحد الوحش اللي ما تيتصورش على البال وكان اوبليجي عليه يولي وحش باش يضرب ال 15 الثانيه ويخرج برا رجول. انا نجيكم القصه ديالو وغادي نختم لكم دابا الحياه ديالو كيفاش عايش كيفاش عايش بما يرضي الله. تلاقيت انا وياه في مكناس مشات الايام وجات الايام كان هو ديجا تيسمع بيا وانا تنسمع به وداك الشيء في السجون حيت كنسمع ديما بحال هكا ديال الدراري المعروفين وكدا فتاح دراري كان كنسمعوا الاصوات ديالنا وكنهضروا من حبس لحبس التليفون غير هو كاين اللي كتهضر معاه كاين اللي كتسمعي الصوت ديالو فلان دار فلان فعل فلان ترك فلان براكه فلان شحال العافيه فلان هذا كدار يضرب عن الطعام وكاين اللي كنتواصلوا معاه. تعرف نفسي ولا تلاقينا ما بقيتش اخوتي عاقل على اول حاجه دازت بيني وبينه والله ما بقيت عاقل عليها وثقوا بيا. واذا كان خو نافيس راه كيتفرج خويا ابو بكر الودايا انا خويا ابو بكر الودايا راه هو غيقولها له ويقول له راه ونسى كيفاش تعاشرتوا وشنو هو المهم علينا شي حاجه شي تعامل كان بيناتنا وكان بالرجوله هادشي اللي غيكون في المخدرات. يا هو احتاج مخدرات والباطو ديالو باقي معطل وما غايجبش نص اخرى هو ما خصوش يوقف وديبانيتو انا يا انا وقفت على الصخره والباطو ديالي باقي ما جاش او الصخره العكس بالعكس والعكس الموظف والعكس صحيح احتاجيت هو عاملني باش انا نبيع بتبان جيني السلعه ديالي هذا هو هذا غيكون هو التعارف ديالنا. تعرفت مع هذا السيد هذا دانشت ايام قليله شي اسبوع طنطن بقى بيناتنا داك الصرف موت الرجوله هاك فك 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 حنا روي انا ما تندوز راسي تبرى حنا روي عرض علي قال لي خي اسمح لي ندوز معاه قلت له مرحبا على نيتي صافي درناه بنا مع ديك العشره د الصباح مشينا تندورو طنطن طنطن سدو لعباد الله البيبان انا تندور بحال هكا هو تيعيط لي في التليفون دواز مع تليفون وانا تنزلت معايا تليفوني في جيبي تيقو بيا وانا ما تيقوش بيا وربي شاهد على ما اقول كاينين سجناء اللي شاهدين على هاد الشيء. كنجاوب في الكروه كنجاوب في لاكور تاعي اللي بغى يدخلها لعقلو يدخلها واللي ما بغاش يدخلها التاريخ يشهد على ذلك. والسجناء الرجال اللي تيعترفوا بالسلاوي وبالرجوله بالسلاوي غير واحد الهضره كاينه قول غير الحق تليفون كنجاوب قال لي اسمع محمد غادي دوز معايا قلت له غادي نجي وجيت لعندو لاصيص كلشي سالتني عليه ودخلت هو كان احمد الزواغه وهو ثاني واحد شاد السنين بوحدو وواحد الدري كان تيدير الطلبه لا تعقل عليه مراد طالب حتى هو كان واخد السنين بوحدو حتى هو في التقوى ولا ما عرفتش الوحده وكان جويدر حتى هو واخد سنون بوحده وانا جيت موراهم حتى انا خديت سنون بوحدي حتى انا حاله خاصه
ولكن انا معي واحد جدره ولد حومتي صغار باش يعيشوا معايا ونعيشوا كاملين وناكلوا الخبز ومن بعد الشوط الرابع وراه في الساحه عارف هادشي. مشينا دوزنا لاصيص باش نقول لكم اخوتي مريحين تنذاكروا تنطلوا الجوانات كدا الزلافه واقسم لكم بالله الا ما خصناش نحلب الزلافه ديال القرقوبي ملاوحه ومهرس فيها النصاص والربوعه كما جاب الله داكشي التراز ديال الشينوا هذا ابسوليد محطوطه فوق الطبله شلي داك المسائل حيت كاين بلانطو ديالو كيصاوب ليه داكشي البلانطو ديالو كيكون في السيلون ديالو ملي كيتحلو البيبان هو كيمشي يخرج يبيع ويشري على راسو ويدبر على راسو مع الرجال. تسمح لي واحد النقيطه نقولها؟ سير تفضل اخي. رشيد دابا جابوه المكناس ويبدا خارج غادي للحانوت، الحانوت ديك الساعه كان في الساحه الكبيره. بالزياره؟ لا ماشي بالزياره، كان في الساحه. جيت الفرملي كان واحد الحانوت ديك الساحه الكبيره عقلتي عليه. راه جيت الفرملي بطريق الفرملي واحد الشرجم كان تما. اي كان شرجم تما. هذاك هو الحانوت. وبدا خارج رشيد دابا ويصوري لي التليفون. من صور لي التليفون انا جاي هابط وهو رشيد جاي طالع. من صور لي التليفون دارها في الموظف وين لقى الموظف تيشوف فين. شكون هو هذا الموظف؟ هو ذاك الوحيد. واحد قصي الله حماقه جيتكم في كاريطه. ويمشي عند رشيد ويمشي. تحيه الوحيد الموظف تحيه. اسمع لي تحياتي خويا وحيد. ويمشي تيجري ليه ويقلع لي التليفون الرشيد. انا نقول لي طلق التليفون هذا راه ولد العائله. ويعطيه ويقول لي رشيد شنو؟ قلت لي خويا رشيد هنايا راه جي على راسك راه دوي بالتليفون كيما بغيت. وانا ندير ليه وانا جبت ليه جوج تليفونات. والله الا قال لي بشحال الدواء وانا جبت ليه طاقيه. قال لي بشحال اخي فتاح؟ قلت لي خود بجوج. قلت لي خود بجوج دراهم. الفاليوم كدير ديك الساعه تما 3 دراهم 4 دراهم في التولال والله العظيم مخيب بكر. ديك الوقت الفاليوم الى قويمانه 6 دراهم ابو بكر الى قويمانه 6 دراهم الفاليوم والدواء كاين وشكون اللي يشريه والشراب كاين والمحيا كاين كلشي داخل هاد الدكاكه والكارو ما كاين جابوه كارو ما كاين بحال اللي ما كاين والو حيت تيكبيو الناس بزاف تيفخو بزاف واش عطيه بنادم كارو تيعطيك جوج جوانات ويلي ويلي سير السلاوي سال كومون شكرا لك اخويا بلاتي هذا واحد الدقيقتين معاك قلت لكم دعوا مع خويا السمر قال لي اخويا السلاوي راه السمر راه بخير زعما الحمد لله شكرا اخويا الحمد لله الله يفرج عليك انا غندير لكم ديك التصويره ديال السمر غتبوستيها غنبوستيها فات باش تشوفوها ما عليناش غنكمل لكم اخوتي دير البارك باش تشوفها خوتي كملوا القصه ديال هذا باش حنا نمشيو عند وليداتنا انا وخويا بو بكر حنا راه ضيافات خويا فتاح لقانا في الحومه ديالو امام المنزل ديالو في حي القواص باش حنا نمشيو لديورنا ونشوفوا ولادنا ونشوفوا مهمتنا ونشوفوا احبابنا ونشوفوا ما نقضيو وغادي نعجدوا بالرجوله ديال النفيس ماشي القصه ديال النفيس الرجوله ديالو واحتراماتنا للرجال كاملين كاع اللي راجل تنحترموا ماشي نفيس كاع اللي راجل كاع اللي قلبو قدر الرجال كنحترموه كاع اللي قلبو مسلم وتيبغي لخوه الخير الله يعطيه الخير كامل. العالم كامل الله يعطيه الخير والله يسترو دنيا وخيره والله ينقي طريقه كاع اللي راجل الله يسهل عليه شوف حيد الميكرو وقيلا طفى ياك شوف واش طفى صافي حيدو طفى واش طفى طفى من لا شارج ايوا دابا خصنا نقربوا في السبورة عندنا كما قلت لكم اخوتي جلسنا لا سيست لا سيست هي دي جلسنا كلينا الحمد لله غسلنا يدينا زيد في الصوت شي تنقول لكم راه ماشي الباب ديال السيرون مسدود 5/5 اخويا تريبل اكس تحياتي شكرا لك على المعلومه الباب محلول كلشي سادين عليه الا احمد الزواغه والا جويدر كان سلفي ومراد وطالب المهم واحد الريفي كان توا في الوحده يا مراه ولكن مرجله سالينا قصينا عاود لي عاود لي هادشي ديالو ديالكم قال لي اخي اسمع يا شي معاناه انا شي يطلع دابا نافيس ويطلع ويعاود لكم شي معاناه دازت منا اقسم لكم بالله خوتي لما تقولوا باز زاد السيد كيفاش دوز 30 عام
كنت غنجيب واحد الكورس فلاوي. سير سير. لا لا ما فيها لا اه سير. راه شي حاجه ماشي هو، راه هو بزاف ديال الرجال، راه كاين شي معاناه اللي باقا ما تعاوداتش. لو كان يطلعوا هاد الناس هاد الرجال ويجلسوا امام الكاميرا حوالي لكل الاوفياء قناه ابو بكر وكل التقدير والحسنى ضيوف الكرام الذين خرجوا من رحم المعاناه محيطين وكلهم امل في بلدين جديد في بدايه جديده متصالحه مع الذات والجميع. شكرا لك خويا ابو ايمن، الله يكبر بك على هذا الدور. فين كان لنا اخي ابو بكر؟ دك لي الهضره والله. لا سيست قلت شي والرجال بقى الباب محلول. دابا راه مزيان اخويا خالد، تحياتي يسهل عليكم. رد البال مع الصوت. اوكي خويا شكرا خويا. قلت لكم دوزنا واحد لاسيست الشراب والقرقوبي والهضره باش نعاودوا على الحياه ديالنا. هو تيعاود لي شويه، انا كنعاود ليه شويه، هو تيعاود لي شويه. وشو دابا المشكله واحد الساعه والله العظيم نافيت حمق. الله يخيبو بكر حمق بالله. هز ديك الطبله وخرجنا الباب السيلون بالكراسه ديالها بالشراب ديالها بالقطعه ديالها بالمأكولات ديالها وجالسين عندنا جالسين في ديورنا. تليفون خدام ديالي تيصوني تنجاوب هو تيصوني تنجاوب الشراب ديالي. تعرفنا عمقنا المعرفه ببعضياتنا كما ينبغي. تحب السوارت. إذن من هاد النهار من ديك الساعة شنو غتبدا؟ غتبدا واحد الصداقة أخرى، وغتبدا واحد المعاملة أخرى، وغتبدا واحد الرجولة واحدة أخرى. علاش؟ لأن ملي كنتعمقوا مع بعضياتنا في الحكايات وفي الحياة ديالنا أنت هو واحد الشخص كما كيوقع لأي جوج الناس يا سجناء يا غير سجناء كيتعمقوا في العلاقة كيولي واحد الحب وواحد الاخاء وواحد شي حوايج ديال القمه ديال الرجوله كيتعاملوا بها بالصدق اذا كانوا اصدقاء ورجوله ديال بصح. اما الله يكبر بك اخويا فتح الله يعطيك الخير. اما اذا كانوا رعاوين راه ما هذيك العلاقه ما تخرجش بخير وما غاديش تقدم والاخر يا تخدم بروحي بالسبيطار يا بالحبس يا باي حاجه. علاش كي زاد المنتف هو؟ ها؟ كي زاد المنتف؟ ما زادوش ضرب 15 خرج 20 يوم بحال اللي وقع الخونة والتقدم تماما تماما. بنادم تيبغي يبسل عليك المهم وكانت ردة الفعل كتكون خايبة خايبة بكر. علاش؟ لأن فهمني لأن أنت ما كتكونش حكار أن أوتوماتيكمون ملي كتكونش حكار ما كتبغيش تعدى على الناس وما كتبغيش تأذي الناس أوتوماتيكمون ملي كتشوف واحد الإنسان غيهاجمك وغيبغي يتعدى عليك ويحقرك شنو اسمه أنا خويا ويبغي يطيح لك من القيمة ديالك في حومتك وفي المجتمع وتقيس لك الكرامة ديالك ويتسمى هو الراجل فانت تما تتولي وحش بمعنى الكلمه كتكون ردت فيها القاصحة. شكرا لك اخويا عادل. كي ساليتي مع نفيس اخويا باش معنا اخويا غتقالنا هنا تعمقات العلاقه ديالنا ولينا تنصرف ولينا خوت وشنو ولينا دايرين. حق الله العظيم اخي ابو بكر اخويا فتح لقانا راه واقيلا كنت معنا في ذاك الوقت اللي ماشي راجل ماشي باع الحشيش اللي باع القرقوبي تنبركي درنا شي خمسه ديال الناس ولا سته تيكون هو بزناز ولكن تيبرقق الموال الوقت تيعطي الفلوس وفمو فوالا خدام تيبزنز وتيعطي الفلوس وبرقاق. هادو هما حنا اللي كنا تنقصدوهم في البراكاج خايبو بكا. دوزت انا واحد المده في تولال والله العظيم اش نقول لكم في ذاك السيد شفت منه الخير وشفت منه الرجوله وتحيه للناس ديال فاس وبقات شي فلوس بيناتنا من بعد كاع ملي مشيت انا ترونسفير اخي ابو بكر وخوتي المغاربه وخوتي نشكرك خويا الله يحفظك ملي مشيت ملي مشيت للرماني بقات بيناتنا شي فلوس والله ما عمرها جبدات لدابا الان. وخرجت وتابت وتلاقيت معنا في سفاس اخويا حتى حنا بغينا كنسمر تكونها بخير الله يفرج عليك اخويا السمر. وتلاقيت معنا في سفاس وخديت النمره ديالو مهم ومشات لي هذيك التليفون وبقات النمره ديك التليفون ولكن الاخ ديالو بالشري ولكن ديك الوقت اللي تلاقيت معاه ان شاء الله. دابا نعاود لكم على ابو عبيد ولد الروبيو دابا نعاود لكم عليه ان شاء الله خويا هذاك الدري تتكمل انا جوج دقائق قد لي جوج دقائق التعليق شنقول لهم شنو كاين. خرجت لقيت نافيس عرفتي خوتي ملي جلست معاه وشفتو كنت واحد نافس وحده اخر هدوء
الهدوء، عرفتي شنو هي الهدوء والسكينة، وخدام بدراعه ودار مع بجوج ولا ثلاثة ولا أربعة الوليدات، وتيهضر بواحد الطريقة اللي هي يحترم، معاكسة للطريقة اللي كان عايش بها، معاكسة للطريقة ديال الوحش اللي كان داخل السجون. نيشان تا هو ما خلات حبس المغرب، تا هو ديما مهزوز تأديبي، تا هو ديما القتيلة مع طايف مع موالين الوقت، تهضر مع الطيب الموظف ويطيح له الهضرة يضربو تينقص 3 متر حياته كلها تاريك الشوات. مهاجر حميد مهاجر احتراماتي تحياتي لحميد مهاجر. المهم كما قلت لكم هذه هي القصة ديال اللي معنا فيه، شفت منه الرجولة، عشت معاه، شربنا الشرب في التولال، كلينا الخير، كلينا الفلوس، وبقات العلاقة ديالي معاه حتى خرجت وملي مشيت عند خويا عبد العالي مجاهدي الفاس تلاقيت معاه وحيت معاه الرحيم ونافس مازال غنجبدو شي حوايج ديالو إن شاء الله بإذن الله اللي عاود لي السجن المركزي وجمال والزبال. مازال غنعاود عليكم إن شاء الله إلى قصة أخرى إن شاء الله. اسمحوا لنا الله يرحم الوالدين.